Radio Med. كما كنت تحكي مالك خويا، احنا تو متواجدين في الحفل اللي تنظمها اي تي بزنس سكول، باش يتم خلالها كما حكيت تكريم الاطفال فاقدين السند العائلي ومجموعه من المتفوقين من طرف ميستيونينغ. والسهره هذه باش تكون فيها عروض متنوعه، غناء ورقص وعرض الازياء، ومن المنتظر انه يتم اختتامها عن طريق شيرين اللجم. معنا في الحضور جهاد مجدوب اللي هو استاذ جامعي، كذلك معنا سامي ببللح استاذ جامعي، كذلك معنا متفوقين مريم بالحاج حموده. جهاد مجدوب، احكي لك، انت تحكي لنا اليوم على الحفله. مرحبا بكم مرحبا مستمعين الكرام. والله الحفله كما تشوف اليوم حبينا نكرموا الناجحين في البكالوريا دوره 2015 بدايه نابل، وعندنا برشا معاهد ثانويه اللي موجوده في الجهه، طلبه موجودين هنا ان شاء الله باش نكرموهم. وحبينا نعملوا لفته للاولاد الصغار زاد فاقد السند، حبينا نكرموهم زاد بالمناسبه دي بما انه هو متميزين زاد، حبيناش ننساهم ونكرموهم باش يشاركوا زاد في الحفله. من برشا معاهد قدام معهد واحد، من مدارس ومن معاهد وزاد من الجمهوريه التونسيه الكل، فما من حي الخضره، فما من الكاف، فما من برج العامري، برشا دونك من برشا بلايص جاوا بحضنا اليوم باش نكرموهم زاد ونعطيهم. كيف جاتكم الفكره هذه تاع تكريم الاطفال والله وتكريم المتفوقين في جهه نابل وفي برشا جهات اخرى؟ هي الفكره من الاول بدات ان نلموا شمل العائله التربويه الكل، خاطر ولينا ما عادش نحكيو اعدادي ابتدائي وبعد اعدادي وثانوي وبعد جامعي. يعني الوزاره تعمل في اصلاح التربيه وتلموا في الشمل، احنا نلموا في الشمل العائله التربويه الكل اليوم. وفي نفس الوقت حابين نكرموا الاولاد الصغار هذوما، خاطر الحقيقه مخمم فيهم حتى حد قبل، وفيهم برشا تلامذه راهم نجباء. كنشوف المعدات نتاعهم هما صحيح الغالب فقدي سند، مي احنا نكونوا السند نتاعهم، ما خليهمش زاد هكاك يتربوا في مراكز وما يخمم فيهم حد وما يعطيهم حتى حد لفت. يعني ما فماش تنسيق مع السلطات المعنيه زاد في علاقه بالاطفال هذوما، في علاقه بالفاقدي السند خاصه منهم اللي متفوقين في الدراسة، في على انتم مبادرة منكم، يعني مبادرة طيبة جدا، لكن المبادرة هذه علاش ما تتنوعش، علاش ما توليش معناتها مبادرة من الأطراف الكل، الأطراف الحكومية كما الأطراف اللي هي المجتمع المدني وكذلك أيضا المؤسسات هذه اللي تحاول تعاون الأطفال؟ الحقيقة فما تنسيق كبير مع سولات مع الجمعيات، وإحنا بنبنيو برشا مع جمعيات، كنشوف برشا جمعيات حاضرة راهو اليوم، والتلامذة هذوما ولا هما التلامذة مازالوا ما تعديوش الجامعة موجودين تويكا في مركز الاستياف في الحمامات. هما جايين يصيفوا، يعني قلنا حاجه وحويجه، يجونا يجيو يصيفوا ومنا نكرموه. فرحتوا بهم الباهي لا عملنا الواجب معاهم، هذاك اقل حاجه نجموا نعملوها راك اي تي بزنس سكول. كنت نجم تحكي لنا تو نمشي مع الاستاذ سامي بللح، كنت نجم تحكي لنا اكثر على تفاصيل اليوم الحفله وكذلك على اي تي بزنس سكول بويسكي انت استاذ جامعه موجود في الجامعه. اسم الراديو كما كان يحكي سي جهاد، لما حبيناها تكون ما بين فاقدي السند ولادنا زاد المتفوقين والأسرة التربوية والأولياء زاد ما ننساوهمش، خاطر في الأخر النتيجة اللي يوصلها الطالب في الأخر مبدئيا يفرح والديه. اليوم موجودين جملة من الأساتذة اللي عاونونا في الديماراج نتاع الاي تي بزنس سكول، موجودين أولادنا اللي متفوقين وحتى المش متفوقين وناجحين حاضرين في حفلتهم في الأخر، خاطر هي اختتام السنة الجامعية. ثم الوليدات اللي ناجحين في الباك زاد حبينا في ولاية نابل نختاروا من كل معهد نجباء ونكرموهم متفوقين متفوقين في كل معهد ولايه نابل. فاقدي السند كما كان يحكي سي جهاد استغلينا الفرصه انهم متواجدين بحضنا لهنا وحبينا نعملوا معاهم لفته ونعملوا الواجب، وهذا اقل حاجه نجموا نقدموها عليهم. مختلف الجهات تقريبا الجمهوريه، تقريبا مختلف الجهات، مختلف الجهات، هو وقع اختيار منهم من نسبه معينه خاطر ما يجموش يجيبوهم الكل، وعندهم مصيف في الحمامات نسقنا قمنا بالتنسيق. وهذه الحكايه مش اليوم، معناتها عندنا مده واحنا نبرمجوا في البرنامج هذايا، وفقنا ربي ورحبوا بالفكره وجاوا بحذانا، وهذا واجبنا وما عندناش مزيه عليهم. الفكره العامه هو لازم تتولد اللحمه ما بين اللي تخطط فيه الجامعه، الجامعه نتاعنا اللي هي الاي تي بزنس سكول، والاستراتيجي نتاعنا لازم تبان عند الاولياء، واولادنا زاد هما يخموا معنا ويعطيونا مقترحات، وهذه فرصه باش نفرحوا مع بعضنا وباش نتلموا. كنت تعطينا شنو الاكسبسيون في اي تي بزنس سكول، شنو الحاجه اللي تميز اي تي بزنس سكول؟ والله المجموعه الفونداتور هما باعثي المشروع، مجموعه من الاساتذه جامعيين، وثم روح كبيره في التعاون حتى من الاساتذه اللي يجيو يقريوا سوايعهم ويروحوا، ولو نحسوا رواحنا عائله واحده مع الطلبه زاد المراسمين في السنه الاولى، خاطر نحب ولا نكره هي جامعه جديده، الوليدات يحسوا رواحهم اولاد الدار.
في اي مانيفيستاسيون نعملوها احنا هذه الثالثه في عام في العام هذا نتاع الديماراج نتاعنا، الاولاد هما يبرمجوا معانا ويقترحوا عندهم مقترحات واحنا ناخذوا بعين الاعتبار المقترحات نتاعهم. لكن ثم شكون يلوم شويه على الجامعات الخاصه او المعاهد الخاصه انها مع المستوى التعليمي معناتها اقل معناتها من الجامعات هو بالنسبه او معناتها شهادتها ما هيش نفس الشهاده او غيرها، شنو اللي توصل لهم؟ شنو اللي نوصل لهم؟ مساج الباهي والخايب موجود في كل بلاصه، والطالب من حقه هو باش يختار الجامعه اللي يقرا فيها يلزم يتعدى بالممثلين البيداغوجيين يسمع التوجيه نتاعه ويشوف لي دوسي. بالنسبه لك انت؟ انا فلي زني نكمل ماستر، ما كنتش كنت مشغول بالصحه مشيت على نيه ربي نسرا. هل تحب تدبر مسير المالي هذاك اللي هذيك هي شوف انا ما روس على المال على شوي على نابل على نحطوا فيها اليوم قلت نحرق فماشي ندبر حرق الماني. مشيت لايتي بزنس سكول دخلت سالت مدام انيس ديريكتيس فريمون بالحق عجبتني على الاخر كيفاش حكيت معايا كيفاش فسرت لي معناتها كل شيء عرفاك حكيت لي كل شيء عرفاك دونك روحت حاطه في مخي باش نقرا كان دوني مالغري كنت نحب نمشي لتونس وكل روحت مقتنعه بشي. انت من نبره؟ اي انا نبره. بالنسبه لك وزيدوا مصروفك وزيدوا مونكا ديجونس كان مش مرفق ولا حاجه بزيد بالنسبه للافاق نتاع الافاق افاق معناتها بعد ما بعد الشهاده فماش افاق خير معناتها في هنا في البريفين فما حاجه اللي هي عندك دي سيرتيفيكا عندك تاخذ سيرتيفيكا في باغ اكزومبل في سيسكو في الميكروسوفت في برشا حاجات وفي في ليتاتيك لازمش تاخذ بالفلوس تاخذ لهنا انت بالفلوس تقرا وزيد ما السيرتيفيكات تاعهم انا ما تابعين القرايه. لكن اللي ما عندوش مثلا فلوس ما عندوش برشا ما ينجمش في البريفي. طيب ينجم. بيان سور. ولا كي. لا بيان سور ثم واحد ما عندوش فلوس يقرا فلوس ما ينجمش. يعني فما خاطر علاش سالت السؤال هذا خاطر فما دي فاك بريفي. يعني يسهلوا مثلا مع بنوك معينه باش الوالدين حتى كذا. ثم قروض جامعيه. يعني انت تبقى اكثر في تنجم تدوب البرشا ما تنجم ما تاخذ اكثر شانس باش انك تخدم كي كان عام ستاج اي انا احسن دوبيل اكثر خير بس لي عملنا لي سيرتيفيكاسيون باغ اكزومبل سيسكو زاد سي ان بلوس في السي في فما حاجه بالحق نحب نقولها برشا يقولوا يقراوا في البريفي جايبين 14 و 15 سيكو يشرف شهيد بفلوس الحكايه ذي نحب نفصلها راهو احنا مثال في ليكول نتاعنا كي دخلت نقرا انا معناتها ما كنتش عندي حاجه كبيره نقرا فينانس انا اناليز دي مارشي فينانسي ما كنتش عندي كونيسونس كبيره في الدومين دخلت نلقى توحل في اي حكايه تمشي تهزها البروف تيتا تيت يبدا يفصل لك فيها بشويه كيما نقولوها تقرا بالقمع دوكو تروح تزيد تريفز شويه في الدار سي نورمال باش تلقى روحك ماخذ دي بون قبل شكون يقرا في البريفي ومثلا البطا اللي خرجوهم من الليسي تاتيك مثلا وبيان اللي خرجوه من الفاك تاتيك يمشي يقرا في البريفي باش ياخذ شهاده انجينيور
فما برشا يعملوا هكا. لا رينا فوار تو احنا الكلنا ما قارين عادي قرينا ليسونس نورمال نجحنا انا وحده من الناس ما طحت حتى مالا كونترول تعديت 3 سنين تعديو بهين مي جي شوازي فكابي خاطر كيما قلت لك مشيت سالت سيتي بالحق. وانت شنو تنصح؟ تنصح خاصه المتخيل معناتها اللي ياخذوا البكالوريا مؤخرا واللي باش ياخذوا البكالوريا اسكو يمشوا لتاتيك او بيان كذا كما فرصه باش يمشوا بريفي يمشوا بريفي اللي عنده الامكانيات عندي انا سايب عليك من تاتيك رينا فوار خاطر بالحق الكادر القرايه كيفاش يفسروا لك استاجيتك كل شيء كل شيء لي سيرتيفيكا كل شيء تاخذهم معك بالحق تو احنا ديما نحكي على الكل نتاعي خموا في كل شيء معك بالحق وفروا كل شيء معك وفروا كل شيء اسال النجاح كله موجود لي كونديسيون بارفيت اون بلوس اون اي اون فامي تحتاج اي حاجه تدخل للدار يحلوا لك مشكلتك كل وفي اللي تعطيك نجح في دارتك تروح وتروح نورمال هاي كان وصلت باش تدخل تحكي معاهم تحس روحك تقول داخل تحكي مع وزير احنا هوني عادي تدخل بسبب البيرو الديريكتريس تدخل تحكي مع الديريكتريس سيسا وتحل المشكلة حاجة أخرى أنا هاني توقف نقرأ في الليتاتيك ونجحت وكنت نجم زادة كامل نقرأ في الليتاتيك بون كوتي معناتها فلوس كي باش نكري وترونسبور ومشي وجاي ودرا شنو باش يطلعوا لي بخيس نفس السوم اللي انا باش نقرا في البريفي حدا دا وحاجه اخرى اللي انا خارج البريفي خاطر كيما كانت تحكي اوني ميو انكادري بالحق توحل في حاجه تمشي ما فسروا لك في التاتيك فهمت والله الله يجعلك فهمت راك قريت وتعرف وفي فيها 300 واحد ما كان خرجت بكلمه باهي معناها راديو مات.